معكم أجيب الأسئلة المطروحة من طرف الزملاء الصحفيين. كان سؤال رئيس مكتب جريدة الشروق حول ما هي هناك ملفات متعلقة بملفات الفساد في ولاية غيريزان، ملفات تتعلق ملفات الفساد على مستوى كلها تقريبا موضوع على مستوى العدالة، وكان بعض الملفات قيد التحقيق عند انتهاء التحقيق إن شاء الله على مستوى العدالة. بما يخص السؤال الثاني تطرق إليه على بخصوص مصير البنادق التي طلب بها المواطنين، كاين بعض المرات بنادق الصيد اللي باغي يسترجعوها المواطنين تاعهم، المواطنين يسترجعوا بنادق الصيد. هذه العملية تتم تدريجيا، التسوية بلغت أكثر من 85% من تسوية الملفات، هذه القضية، هذه قضية الأسلحة المسترجعة، المواطنين يسترجعوا الأسلحة تاعهم. والقضايا العالقة جلها بسبب عدم تسوية ملفات، خاصة منها الفريضة. كاين نزاعات في الفريضة يتعلق بعدم تسوية ملفات الفريضة. بالنسبة للسؤال المطروح من طرف مراسل المساء بخصوص منطقة العبور السد الثابت لواد الرهيو، قال ربما بعض المرات تعرف اكتظاظ كثيف وتوقف في هذا السد الثابت. أظن أن هذا الشيء هذا ناتج عن التفتيشات الإلزامية التي تدخل في إطار المهام العادية للدرك الوطني، وأحيان أخرى بسبب التدفق العالي للمركبات على السد أثناء أوقات الذروة. يعني أوقات الذروة يدفقوا السيارات والمركبات على السد، النتيجة تاعها أكيد يكون فيها شما ربما قليل من يكون من اكتظاظ على مستوى السد. بالنسبة لي قناة النهار هنا في إطار مكافحة الأمراض المتنقلة، ربما نطرق مباشرة مع قرب عملية تلقيح ضد فيروس كورونا، ما هي هناك مخطط لإنجاح العملية في هذا الشأن. أكيد جهاز الدرك الوطني جاهز عند أي طلب رسمي وقانوني إذا اقتضى ذلك الأمر، كما أن المجموعة تشارك كعضو في اللجنة الولائية من أجل استقبال وتخزين اللقاح، وكذا مواكبة عملية التلقيح عبر إقليم الولاية، وهذا بالتحضير المادي والبشري للعملية. السؤال يخص قناة الشروق نيوز، من خلال الحصيلة السنوية لحوادث المرور عبر الطرقات، هل تراجع في عدد الوفيات؟ هل تراجع عدد الوفيات راجع إلى الإجراءات الوقائية؟ أكيد الشيء هذا ربما نروحوا للصفحة 24، دونك تشوف على الصفحة 24 كاين، هذا ناتج عن التواجد الدائم للوحدات في الميدان، والعامل الوقائي والتحسيسي، والعامل الوقائي والتحسيسي مهمنا دون التغافل عن العامل الرضعي. وخلال الجدول تلاحظون خلال سنة 2020 في القراءة تاع الجدول كاين انخفاض 93 حادث بانخفاض يقدر ب 27 حادث، أي بنسبة 22.5%. لما كتفصل الإبحاث الدرك الوطني بخدمة تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المخدرات، تم من خلال حجز 22.5 كيلوغرام من مع توقيف 6 أشخاص. بتاريخ 27/11/2020 تمكنت فصل الإبحاث الدرك الوطني بغريزان من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال استيراد وتصدير المواد الصيدلانية بطريقة غير شرعية، تم من خلال حجز 1790 قرص نوع ريغابان 300 مع توقيف 4 أشخاص ودعوا جميعهم الحبس. هنا فرقة سيدي محمد تفكيك شبكة فيها متكون 11 شخص متخصصة في سرقة المركبات.
تم استرجاع 6 مركبات فيها. حنا كإجراء تاعنا لازم نديروا التحرك تاعنا تحرك سريع، عندنا وحدات راه جهزت مباشره للشهاده، خاصه فصائل التدخل، عندنا فصائل التدخل مجهزه ومتدربه، متدربه احسن تدريب، يقدروا يدخلوا في اي وقت في اي حين. وهذه القياده راهي تصر عليها التدخل، نكونوا بجوار مواطن في اي وقت يتطلب باش نكونوا حداه. احنا راهو جديد 24 ساعه 24 ساعه التدخل، يبقى على المواطن برك التبليغ على اي حاجه يشوفها مخالفه قانونيه يبلغ برك، وعلى وحده التدخل التواجد في الحين ان شاء الله بجنب. وشكرا.